5.5 بيجي على 99.9 من 10 من الجراثيم خلال 10 ثواني. ايدي نطفت قوي وبيرغي، طبعا بيرغي كويس جدا. لايف بوي الجديد بيقضي على 10 انواع من البكتيريا. لايف بوي بيقضي على H1N1. جراثيم مع الاضاءه اللي انتوا عملتوها طبعا بانت ان في فرق بين هنا وبين هنا. اهو بيقضي على فيروسات للاطفال عشان متاخر عن المدرسه وكده بسبب الامراض. لايف بوي بيقضي على الجراثيم في خلال 10 ثواني. لايف بوي بيقضي على كل الجراثيم. كل جنيه احنا بنصرفه في غسول اليدين المضاد للجراثيم بيوفر لنا حوالي 300 جنيه في المقابل فواتير للدكتور. انا بستعمل لايف بوي على طول، هجيبه ان شاء الله. انا هستخدم بعد كده لايف بوي.